إذن تابعنا مع حضراتكم وقائع هذه الجلسة الافتتاحية واجتماعات السنوية 29 للبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد أفريكسيم بانك. للمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا على الهواء مباشرة الدكتور محمود عنبر أستاذ الاقتصاد. دكتور محمود، يعني بعد التحية، تابعنا جميعا هذه الجلسة الافتتاحية ووقائع الاجتماعات السنوية للبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد. تأتي هذه الاجتماعات يعني وسط ظروف استثنائية تحتاج لرؤية جديدة للتعامل مع الأزمات الراهنة. كيف تقرأ أهمية انعقاد هذه الدورة الجديدة والاجتماعات السنوية 29 للبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد؟ يعني خالص تحية لحضرتك والمشاهدين الكرام. يمكن هذه الجلسة يعني بتضع بعين الاعتبار كل التداعيات الاقتصادية التي يعانيها العالم الآن، سواء منذ أزمة كوفيد 19 وانتهاء بأزمة الروسية الأوكرانية. يمكن القارة الإفريقية يعني هي أكثر الدول العالم، لأنه غالبيتها من الدول النامية، أكثر دول العالم تضررا منذ حتى الأزمة أو أزمة كوفيد 19، باعتبار أنه هذه الأزمة بدأت في الأول في الدول المتقدمة وتحديدا الصين اللي بتعد الشريك التجاري الأول للقارة الإفريقية، ثم انتقلت تداعيات هذه الأزمة، أنظرت هذه الأزمة عقر دار الدول الإفريقية، فأصبح التأثير على هذه الدول تأثيرا مزدوجا، وبالتالي كانت هذه الأزمة بالنسبة لغالبية الدول الإفريقية أزمتي عرض وطلب في ذات الوقت. أيضا الأزمة الروسية الأوكرانية اللي بتستخدم فيها الأدوات الاقتصاد كأحد أدوات الصراع، سواء بالتلويح بأسعار الطاقة أو السلع الغذائية، كانت القارة الإفريقية أيضا يعني بتضع هذه الأمور تحديات كبيرة على التنمية داخل القارة الإفريقية. يمكن زي ما حضرتك تفضلت في المقدمة أنه السيد الرئيس خلال تعقيبه على الجلسة الأولى ألمح إلى أهم معوقين من معوقات التكامل سواء في القارة الإفريقية أو بشكل عام. صحيح. والأمر الأول وهو وجود بنية تحتية أساسية معتبرة يمكن أن تقوم عليها عملية التنمية، لأنه إذا كنت أريد أن أتحدث عن تكامل اقتصادي يعني بيظهر في زيادة معدلات التبادل التجاري ما بين الدول الإفريقية وبعضها البعض، اللي يعني بالمناسبة حجم التبادل التجاري أو حجم التجارة الخارجية الإفريقية يمكن 1/10 من حجم تجارة إفريقيا مع الصين. وبالتالي نحن نحتاج إلى وجود بنية تحتية أساسية، فضلا طبعا عن مشكلة تشابه الهياكل الإنتاجية ما بين الدول. الأمر الثاني وهو الأمر يعني الأكثر أهمية هو فكرة الاستقرار الأمني والسياسي. يعني حتى هذه النقطة أكد عليها السيد الرئيس بشكل يعني كبير، أنه يجب أن يتوفر شرط الأمن والاستقرار لأي دولة قبل أن تحقق أي نمو اقتصادي. بطبيعة الحال، لأنه يمكن هذا الشرط هو يعني العامل الأول قبل أن أتحدث عن العوامل الاقتصادية أو المالية أو حتى عوامل البنية التحتية. فكرة أن يكون هناك استقرار أمني وسياسي، سواء استقرار أمني وسياسي داخل كل دولة أو أتحدث عن الاستقرار الأمني داخل الإقليم أو القارة بشكل عام. ويمكن السيد الرئيس قال يعني نوه إلى مثل اقتصادي معروف أنه رأس المال جبان ويبحث دائما عن الربح، وبالتالي سواء على مستوى الأفراد على مستوى المستثمر لا يذهب إلا إلى المكان. صحيح. الذي يعظم أرباحه، المكان الذي يستشعر فيه في حالة من حالات التأكد أو حالة من حالات اليقين. صحيح. داخل الدولة أو داخل الإقليم محل الاستثمار. ذات الكلام ينطبق حتى على المؤسسات الدولية الداعمة والتي يمكن أن يعول عليها في عملية تمويل التنمية. طب دكتور محمود، يعني إلى أي مدى يستطيع يعني البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد أن يوجد رؤية بديلة لمواجهة هذه الأزمات؟ نحن نتحدث عن أزمات عالمية تمثل صدمات قوية لاقتصاديات العالم، سواء كانت الاقتصادات الكبرى أو الاقتصادات النامية. كيف يمكن لهذا البنك أن يوجد آلية ما للتكامل الاقتصادي ومواجهة الآثار العنيفة لهذه التداعيات الاقتصادية عالميا؟ يمكن البنك لديه استراتيجية هي بتسير في السياق وعلى توازي مع
اجنده الاتحاد الافريقي 2063 اللي بتدعم عمليه التكامل وعمليه التنميه داخل القاره الافريقيه، سواء في اتخاذ بعض القرارات الخاصه بدعم عمليه التكامل زي مثلا منع تصدير المواد في صورتها الكام او التغلب على معوقات عمليه التكامل. يمكن خليني اذكر لحضرتك انه تفضل يعني البدايه في عمل منطقه التجاره الحره القاريه هي واحد من اهم العوامل للقضاء على معوقات التكامل الاقتصادي، لان الفكره اصلا بدات في وجود عدد كبير من التكتلات الاقتصاديه الموجوده في القاره الافريقيه دون جدوى، والفكره بدات بضم اكبر ثلاث تكتلات اقتصاديه موجوده الكوميسا والسادك والبياك في شرق افريقيا، وضمهم مع بعض في منطقة تجارة حرة تعتبر من ناحية عدد السكان هي منطقة التجارة الأكبر في كل تاريخ منظمة التجارة العالمية. فالأصل الأساس المنطقي لتدشين هذه المنطقة كان للقضاء على مشكلة كبيرة تعيق عملية التكامل الإفريقي، يطلق عليها الزواج أو الزواج الولاء، لأنه كان تجد الدولة الواحدة هي عضو في أكثر من تكتل اقتصادي دون جدوى، وبالتالي القضاء على هذه التكتلات الكثيره وضمها في تجمع اقتصادي واحد او منطقه تجاره حره قاريه يمكن ان تتطور الى سوق مشتركه ثم الى اتحاد جمركي ثم تصل الى ما كان الى الطموح الذي كان بداه الراحل كوامي نكرومه رئيس غانا الاسبق في انشاء ما يطلق عليه الولايات المتحده الافريقيه. وهذا حلم افريقي قديم ان يكون هناك يعني تكامل اقتصادي وايضا حضاري بشكل كبير ما بين الدول الافريقيه، حلم الولايات المتحده الافريقيه. هذه الفكره ظهرت قبل ان يكون هناك اتحاد اوروبي. صحيح، هذه فكره افريقيه بالاساس. صحيح، لكنه لم تفعل او لم تدشن بشكل او باخر، وبالتالي يعني كان هناك بعض المعوقات في هذا الشأن. طب دكتور محمود، ايضا يعني الحديث عن الدور المصري، يعني كان لافتا كلمه السيد بندكت اوراما رئيس مجلس اداره البنك الافريقي للتصدير والاستيراد حينما اشاد بالتجربه المصريه وبالطفره الاقتصاديه التي تحققت في مصر، وتحدث بشكل مباشر ايضا عن العاصمه الاداريه الجديده، يعني كان مندهشا انه خلال سنوات قليله مصر استطاعت ان تبني يعني عاصمه اداريه جديده وسط الصحراء. كيف يمكن للنموذج المصري وللتجربة المصرية أن تكون تجربة ملهمة لأشقائها الأفارقة؟ حقيقة الأمر أن الدولة المصرية منذ تبنيها برنامج الإصلاح الاقتصادي وسلسلة الإشادات الدولية سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي أو حتى على المستوى الدولي بدأت تصدر تجارب ودروس مستفادة للقارة الإفريقية في أكثر من شأن أو أكثر من صدد. يعني سواء على تجربة الإصلاح الاقتصادي بشكل عام أو القضاء على الفساد أو حتى تجربة كيفية مواجهة والتعامل مع الإرهاب، هناك تنسيق قاري ما بين وزراء دفاع الدول الإفريقية للاستفادة من التجربة المصرية ومحاولة تعميمها للقضاء على الإرهاب، وهذا أمر يصب بشكل مباشر وشكل غير مباشر في الوضع الاقتصادي، لأن زي ما ذكرت لحضرتك أنه لا حديث أبدا عن أي تنمية داخل القارة الإفريقية دون أن يكون هناك استقرار داخلي داخل القارة. صحيح. ودون أن يكون أو دون أن يتم القضاء على حزام النار الذي يطوق القارة الإفريقية من الصومال شرقا حيث المحاكم الإسلامية، مرورا بوكو حرام ومرورا بالجماعات الإرهابية في أوغندا في جيش الرب، وهذه الحركات اللي اصبحت يعني حركات وجماعات ارهابيه متعديه للحدود السياسيه للدوله، وهذا نمط يعني يمثل خطوره في الارهاب داخل القاره الافريقيه. الدوله المصريه لديها تجربه رائده في هذا الصدد. على المستوى الموازي ايضا الدوله المصريه تحاول دعم القاره الافريقيه سواء من حيث نقل الخبرات، سواء من حيث تدريب بعض الكوادر الافريقيه داخل الدوله المصريه، او حتى من خلال الدعم المباشر. ويمكن نظرنا في ازمه كوفيد 19 كيف يعني تعاملت الدوله المصريه بسلسله من الدعم مع القاره الافريقيه في هذا الشان.
دكتور محمود، من الموضوعات يعني المهمة التي سوف تناقشها اجتماعات هذه الدورة الحديث عن الشباب وسبل تمكين الشباب الإفريقي والاستفادة من طاقاته الإبداعية بشكل كبير من أجل إحداث تحول اقتصادي مستدام داخل القارة الإفريقية. الشباب أو ملف الشباب على يعني رأس أولويات اجتماعات هذه الدورة. يعني خلينا أذكر لحضرتك أن هذا المحور تحديدا هو محور يمثل ميزة مطلقة للقارة الإفريقية. صحيح. لأنه زي ما في معوقات تعوق التكامل للقارة الإفريقية، هناك أيضا بعض الـ يعني الفرص التي تكون متاحة للقارة الإفريقية وغير متاحة في الدول الأخرى. يمكن ملف الشباب لأنه القارة الإفريقية يطلق عليها اسم القارة الفتية. صحيح. لو نظرنا إلى التركيب الديموغرافي لدول العالم أو لقارات العالم نجد أن القارة الإفريقية الهرم السكاني بها في منطقة المنتصف، وهو سن العمل أكبر هرم مقارنة بالقارات الأخرى اللي اتخذت سياسات من شأنها كان انخفاض قوة العمل داخل الدولة. وبالتالي القارة الإفريقية مميزة تميز مطلق في هذا الشأن، لدرجة أنه أطلق عليها اسم القارة الفتية لأنها تصدر القوى العاملة لكثير من الدول. يعني لو قارنت مثلا القارة الإفريقية بالقارة الأوروبية هتجد أن هناك فجوة كبيرة. صحيح. في يعني كان يطلق على القارة الأوروبية بأنها القارة العجوز يعني قوة العمل. وبالتالي التعويل على الشباب ومحاولة تنمية قدراتهم ومهاراتهم هذا يمكن أن يمثل قوة دفع كبيرة تتميز بها القارة الإفريقية دون غيرها من القارات. تم. أيضا من الموضوعات المهمة أو على رأس الموضوعات الحديث عن اتفاقية منطقة التجارة الحرة، وكما أشرت حضرتك أن هناك حالة من التكامل ما بين التكتلات الاقتصادية داخل القارة الإفريقية. إلى جانب الإرادة السياسية لتحقيق هذا التكامل ما بين أكثر من تكتل اقتصادي ظهر على سطح القارة الإفريقية الفترة الماضية، ما الذي نريد أيضا لتفعيل هذا التكامل وتفعيل عدد كبير جدا من الاتفاقات ما بين دول القارة الإفريقية تحديدا فيما يتعلق بالشأن الاقتصادي؟ يعني يمكن التكامل الاقتصادي من الناحية الأكاديمية بيمثل ستة مراحل، بيبدأ من منطقة التجارة التصميمية مرورا من منطقة التجارة الحرة ثم قسم الشركة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الاقتصادي إلى أن يصل إلى المرحلة السادسة والنهائية وهي الوحدة الاقتصادية، أن يكون للقارة بالكامل عملة واحدة على غرار الاتحاد الأوروبي. التصاعد أو التصعيد في هذه المراحل من مرحلة إلى أخرى يحتاج إلى اتباع سياسات معينة سواء على المستوى الداخلي لكل دولة أو حتى لتنسيق السياسات الاقتصادية ما بين الدول وبعضها البعض. حقيقة الأمر هناك كثير كان من التحديات اللي بتعوق القارة الإفريقية في تحقيق التكامل. تم التعامل مع أغلب هذه التحديات زي ما ذكرت حضرتك فيما يتعلق بملف الإرهاب أو الاستقرار الأمني، في ملف ازدواجية الولاء بالنسبة للدول لأن يتم ضم هذه التشكلات في تكتل اقتصادي واحد ومنطقة التجارة الحرة القارية. لكن هناك أيضا ما زال بعض التحديات زي البنية التحتية زي المؤسسات المالية والمصرفية، يعني كيف يمكن أن تقوم تجارة أو استثمار دون أن يكون هناك مؤسسات تمويل أو مؤسسات مصرفية تساعد على عملية الاستثمار فيما بين الدول وبعضها البعض. أيضا تشابه الهيئات الإنتاجية، الغرض من عملية التكامل الاقتصادي هو أن يعني زيادة حجم التبادل التجاري الإفريقي بين الدول الإفريقية وبعضها البعض، وهذا لا يمكن أن يتحقق والهيئات الإنتاجية للدول متشابهة، بمعنى أنه إذا كان دولتين ينتج نفس السلعة كيف يمكن، لا يوجد أي سبب منطقي يمكن أن يقول أن تقوم تجارة بين دولتين ينتج نفس السلع. وبالتالي نحتاج الأمر إلى اختلاف طبيعة الهيئات الإنتاجية حتى يمكن أن تكمل الدول بعضها البعض، وهذا السبب اللي بيؤدي إلى عملية التكامل. طب سؤال أخير دكتور عنبر، فيما يتعلق بالتعاون ما بين القارة الإفريقية والمؤسسات الاقتصادية الدولية، يعني القارة الإفريقية همشت لعقود طويلة وتم استنزاف مواردها بشكل كبير من دول كبرى، يعني أنا الوقت للمؤسسات الاقتصادية الكبرى والدول الكبرى أيضا أن تنظر لهذه القارة وأن تتعاون وتفتح يعني أبواب جديدة للتعاون الاقتصادي. كيف يمكن لاجتماعات البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد أن يعزز من التعاون ما بين القارة والمؤسسات الاقتصادية الدولية أو الاقتصادات الكبرى بشكل عام؟
يعني فيما يتعلق بالمؤسسات الدولية، أنا أثمن جدا أن حضرتك استخدمت مصطلح تعاون وليس مصطلح دعم، لأنه زي ما حضرتك تفضلت أنه يعني منذ حصول القارة الإفريقية على استقلالها كثير من الدول استقلالها في بداية ستينيات القرن الماضي، وأيضا بدأت عملية أخرى من عمليات الاستعمار الاقتصادي لها علاقة في التبعية واستخدام برامج التكيف الهيكلي اللي حقيقة الأمر لم تكن متفائلة بشكل كبير وأدت إلى استنزاف الدول الإفريقية. تمام. عملية التعاون ما بين المؤسسات المالية والقارة الإفريقية والمؤسسات الدولية والقارة الإفريقية يمكن أن تخدم على مصالح الجميع، علشان كده المصطلح الأدق هنا هو مصطلح تعاون وليس مصطلح دعم. صحيح. لأن القارة الإفريقية ونحن نتحدث عن فترة زمنية العالم كله يتحدث فيها عن أزمة غذاء، تخيلي أنه لو تم التعاون مع القارة الإفريقية بشكل جيد يمكن أن تكون القارة الإفريقية أحد الحلول الرئيسية في القضاء على أزمة الغذاء العالمي، وبالتالي التعامل مع القارة يجب أن يكون تعامل بنوع من الندية، لأنه كل يحتاج صحيح. إلى الآخر. القارة الإفريقية تحتاج إلى من صحيح. يدعمها، العالم أيضا يحتاج إلى قارة بكر، وأنا أؤكد أن القارة الإفريقية كما ذكرت دكتور عنبر هي قارة فتية، توصف القارة الإفريقية بأنها القارة الفتية في العالم. أشكرك شكرا جزيلا الدكتور محمود عنبر أستاذ الاقتصاد.